من عودتها لجامعة الدول العربية إلى صعودها على منصة التكريمات الفنية، مهرجان الإذاعة والتلفزيون يكرم سوريا من خلال فنانيها. صناعة الدراما السورية تحضر بقوة هذا العام في فعاليات المهرجان. 129 عملاً إذاعياً ونحو 140 عملاً تلفزيونياً يتنافسون في المسابقة الرسمية. العلاقات لم تنقطع يوماً بين سوريا وتونس، تونس دائماً تقف بجانب سوريا وبجانب كل الأشقاء العرب. ما يحصل اليوم هو إعادة وإحياء الروح العربية عبر الثقافة وعبر الفنون، وهي مقدمة لتعاون مستقبلي. الجهات الرسمية دائما هي سند. أنا برأيي قد ما كان في أعمال خاصة وكان في مشاريع خاصة، لكن بيضل التلفزيونات والإذاعات الرسمية إلى طابع ثقافي وإلى حالة مختلفة. العطور العربية حاضرة أيضا، العرض الموسيقي الأشهر لمحمد علي كمون، موسيقى تغوص في ثقافات الدول العربية عبر الزمن، ألحان وكلمات وصور ووجوه ترسم ملامح المهرجان. إذن الحدث الذي ينتظره صناع الإعلام الإذاعي والتلفزيوني كل سنة لتقديم تصوراتهم حول مستقبل الإعلام في ضوء المنافسة الرقمية. شوفي، أنا جدا سعيدة بمشاركتي هذه السنة. طبعا عندي مشاركة في المسابقات، والمفاجأة اللي كانت حلوة وأكبر من الحلم أنه أكون مكرمة في هذا المهرجان اللي فعلا يعني لي الكثير والكثير والكثير، وحلم أي شخص يطلع على هذا الستيج. يعني هو بيقيم يعني الفن أو الإبداع اللي هو قاعد يسويه. وفي وقت يتحدث فيه العالم بلغة الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، تحاول ملتقيات هذا المهرجان دراسة تداعيات هذه التأثيرات على سوق الإعلام التقليدي ومستقبل العاملين فيه. بالموسيقى والألحان تنطلق الاحتفالات بالصورة والكلمة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس. ضيوف وتكريمات وورشات تدريب وعمل تهدف لتطوير التجارب المهنية في العالم العربي بالنحو الذي يتطلع إليه الجمهور، ووفقاً لما يسمى بتجربة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام والصورة. نجلاء بخريسة، الغد، تونس.